طيب، يعطيكم العافية يا شباب. احنا توقفنا في المحاضرة الماضية عند احنا عملنا مقارنة بين الطريقتين لقراءة الملفات، وحكينا انه يعني الطريقتين انا ممكن استخدمهم في حل المسائل. ايش هما الطريقتين؟ انه انت تقرأ الملف كله بالكامل، او انه انت تقرأه سطر سطر، تمام؟ وحكينا انه الملخص انه قراءة الملف كله بالكامل بيتيح لك انه انت تعمل العمليات بشكل اسرع، ولكن الاشكالية تبعته بتكون وين؟ في الملفات الكبيرة اللي حجمها ضخم جدا، مستحيل انه انت تحملها كلها على الذاكرة، بيكون حجمها اكبر من الذاكرة بكتير. عدا عن ذلك انه انت بدك تخلي حيز او وسع على نظام التشغيل عشان يقدر انه هو يشتغل. فبالتالي انت عندك على سبيل المثال 4 جيجا رام، بدك تفترض انه نظام التشغيل بياخذ 1 جيجا، فبالتالي انت متاح لك 3 جيجا بس. فلو انت حملت الملف كله بالكامل، لو كان اكثر من هيك مش حيصير الوضع صعب كتير، مش حتقدر انه انت بيطلع لك ميموري ايرور، يعني نوع جديد من الايرورز اللي في البايثون اسمه ميموري ايرور، انه الذاكرة ما بتكفيش. تمام؟ طيب، احنا اخذنا مسائل المرة الماضية، انه المسائل هذه كلها بتدور حوالين انه احنا بدنا نعد عدد الاحرف، عدد الكلمات، عدد الاسطر. تمام؟ واخذنا مسألة اكتب برنامج لعد عدد الرسائل البريد الالكتروني في الملف. احنا ايش بدنا نسوي؟ بدي اخذ هاي، ناخذ مسألة جديدة، اكتب برنامج لطباعة عناوين البريد الالكتروني. طبعا من ملف للبحث عن عناوين وطباعتها من ملف. حكينا انه طريقة الحل انه انا بدي اعتمد على الفروم، برجع افتح لك الملف مرة تانية هنا في الانبوكس شورت. لاحظ انت في عندك هنا فروم، صح؟ بس بتحتوي على البريد الالكتروني، بس ايش بتحتوي؟ على معلومات تانية اللي هو التاريخ والوقت والسنة. ولو نزلت تحت كمان هتلاقي في عندك فروم مع نقطتين بس فيها البريد الالكتروني بس. فهاي اللي انا بدي اعتمد عليها، لانه انا بدي البريد الالكتروني هو اللي بدي اطبعه، بديش اعد، بدي اطبع. تمام؟ ف بروح بعرف فايل هاندل تساوي اوبن، وزي ما تعودنا الملف وين موجود؟ بدي اطلع مستوى لفوق، بعدين اروح على مجلد فرعي اسمه فايلز، بعدين انبوكس شورت دوت تكست. كيف؟ ملوش لازم، لانه الملف انجليزي ملوش لازم. طيب، بعدين بتروح الف سطر سطر فور لاين، لقيت عدد الرسائل البريد الالكتروني قديش عددها؟ خلينا نعدها. account تساوي 0 for line in file handle if line dot starts with from مع نقطتين. شو بدي اعمل؟ print لهذا اللاين. يا استاذ اقرا نص السؤال، اكتب برنامج البحث عن بريد عناوين بريد البريد الالكتروني وطباعتها، بدي الايميلات، طالع اياه.
أنا طبعت لك الكاونت لأنه أنا لسه يعني في مسألة جاية تاني أنا بدي أعطي لك زي هيك، لسه بدي أعمل فلترة كمان. بدي الإيميلات يعني هاي من هذا الملف، إيش بدي؟ بدي الإيميلات هاي تستخرج لي إياها تمام. وهذا الشغل يعني أنت بالمناسبة لو بدك تشتغل فريلانسر كتير مطلوب الشغل زي هذا، كتير من الزباين إيش بيجيب لك؟ بقول لك إنه بدي إياك تلم لي عناوين البريد الإلكتروني من الإنترنت، أو بدي لك ملف ضخم وبدي إياك تستخرج عناوين البريد الإلكتروني منه. ليش؟ لأنه بده لستة الإيميلات هذه عشان يستخدمها في التسويق تمام؟ فأنا بدي الإيميل، فعشان هيك أنا بديش أعمل كاونت، بس بدي أعمل كاونت ودي أطبع، وهنا بعمل برينت للكاونت. فزي ما انت شايف هاي البريد الإلكتروني استخرج لي، وهنا في انا عندي السطر هذا السبيس لزيادة، فممكن نتخلص منها باستخدام strip. شايف جاب لي لستة ايميلات، قديش عددها؟ ممكن تعدها زي هيك محدودة، بس بالكاونت هاي يجاب لك اياها. انا ما عملتش ابديت للكاونت بالمناسبة. كاونت عددها 27. طيب لو كررت لك المسألة وضفت لك مطلوب إضافي، قلت لك استخرج فقط أو اطبع فقط البريد الإلكتروني، بديش هاي الفروم. ريبليس مع ايش؟ مع بدي اعمل ريبليس لايش؟ مع ماشي بحديها تو باراميتر، الباراميتر الاول فروم والباراميتر الثاني امتي سترينج. لا 27 هذه عدد الإيميلات، 27 إيميل. أنا بدي تطبع لي الإيميل هذا بس، بديش الفروم معه. لا بدك تعمل سبليت بالأول. هذا الكلام أنت ممكن تحله بطريقتين، ركز معي، خليك معي في الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أنه أنت ممكن تعمل ريبليس. شايف كيف بضيف لك تفاصيل في المسألة؟ طبيعة المسائل زي هيك، أنا حسألك زي هيك إنه بدي إياك تطلع لي البريد الإلكتروني بس، الملف كبير طلع لي منه البريد الإلكتروني، فبالتالي هنا أنت شفت النمط تبعه وعرفت كيف تتعامل معه. ممكن ملف تاني يكون فيه له نمط تاني تتعامل معه بطريقة مختلفة، فبالتالي بدي يكون في عندك اللوجيك إنه أنت تستخرج البريد الإلكتروني من الملفات، كيف بدك تعمل؟ هجيت هنا دوت ستريب دوت ريبليس. replace لايش؟ from خليني نحل هذه الطريقة أول بعدين نشوف الطريقة إيش؟ empty string. هاي quotation empty string. لا أنا بدي بالضبط، فبالتالي هذا النص اللي أنا بدي أطبعه هيستبدل from nothing، فبالتالي بتروح بديش إياها رقم ولا بدي اياها نقطة ولا بدي اياها سبيس، لانه لو حطيتها نقطة شايف كيف تطلع معايا، فبحطها empty string بس الايميل. شايف وعددهم هاي 27. هذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية تصير يطلع ايش؟ هيو هيو السابق كيو كان from مع الايميل، لقيت هنا ايميل لحال تمام. لقيت الطريقة الثانية، الطريقة الثانية انه بديش هذا الكلام، بروح بعمل print align split عفوا
حكيت لو عملت split لاحظ مش هذا اللاين الأساس اللي كان يطلع. لو عملت split على أي أساس حيعمل؟ على أساس السبيس. كم وورد أنا عندي؟ تنتين. بدي الأولى ولا الثانية؟ الثانية. الاندكس تبعها شو؟ واحد. فبالتالي هنا ناتج السبلت بدي الاندكس واحد منه. نفس الحل. شوف كيف هذا الكلام انا عملت لك اياه في سطر واحد، بدي اكتب لك اياه اكثر من سطر. تمام؟ اجيت الوردز بتساوي لاين دوت سبلت اي برنت وردز. شايف عمل لي اياهم لسته، الفروم لحال قطعهم والايميل لحال. بديش الفروم اللي هو الاندكس تبعه زيرو، ايش بدي؟ بالضبط. فبالتالي انا بديش تطبع لي كل الوورد انه هذه الليسته كلها، هذه الليسته كلها، ايش بدي تطبع لي؟ الاندكس واحد. عملت لك اياها سطرين هيك اوضح صح؟ واضحه؟ طيب هجيت كيف؟ ضغطت عملت هاي الحركة عشان تصير المصدر خليك لو من بعد المصدر. أي حركة؟ بعد المورد واحد نتوقع سبلت تاع هيك قصدك؟ بدك تشيل المصدر صحيح بالسبلت أو عملت واحد عشان تشيل المصدر. لا سبلت شالت المسطره وقطعت. تمام خليك معي. السبلت النتيجه تبعتها انه رجعت لي ليست الاندكس زيرو فيها كلمه فروم، والاندكس واحد هو الايميل. فروم انا بدي اياها؟ لا باخذ اندكس واحد. باخذ اندكس واحد فبقول له بدل الوردز وردز اوف الواحد. الاندكس اللي هو الايميل الواحد. نعم مسطرة راحت بالسبلت بالخطوة اللي قبلها. تمام؟ لا مش في الفروم، هاي في الخطوة في سطر خمسة راحت هنا قطع. نعم تمام؟ طيب لقيت الإيميلات هدول كديش عددهم؟ 27. بدي أضيف لك تفصيلة جديدة. شايف كيف أنا ماشي معك بالتدريج بالتدريج في المسائل؟ هيكون في المسألة عندك عدة مطاليف. تمام؟ من السؤال السابق اطبع عناوين البريد الإلكتروني من هذا النطاق فقط. عارف النطاق دومين صح؟ خدتوه في المقدمة. اللي هو ايش هو النطاق؟ هاي بدي اكتب لك اياه هنا. هو هذا نعم يو سي تي اي سي زي اي. تمام لاحظ انه في بعض الجامعات ايش بتحط الدومين تبعها اي دي يو، في بعض الجامعات الثانية بتحط اي سي. اي سي من جاية من اكاديميك انه هذه مؤسسة اكاديمية، جامعات تانية بتحط EDU. تمام فهذا زي ما انت شايف هذه من جامعة بيركلي، هذه جامعة UCT. تمام طيب
يبقى أنا بديش كل الإيميلات كلها، بدي الإيميلات من دومين معين. ما الحل؟ كيف؟ كيف من هلا عند هنا؟ يعني هنا إحنا جبنا كل الإيميلات هاي بهذا الكود، جبنا كل الإيميلات. أنا بديش كل الإيميلات، بدي الإيميل اللي فيه يو سي تي. start بس start with ال UCT بتبداش، يعني هاي تعال تطلع هنا هاي، ما يعني انه start with ما بنفعش انه تستخدمها، هي مش موجودة في اول السطر. end with تنتهي بالسطر، بحط end end عفوا مش هنا مش هنا مش هنا هنا أنا and فعينا مش هيجيب لك ولا حاجة. شو السبب؟ مين يحكي لي ليش؟ كيف؟ لا هاي هاي شايف UCTACZA هاي موجود، هاي هذا وهي هدول 4 5 واللي فوق 6 موجود كمشة and ما هيني مستخدم and. هذه المشكلة لا طب ما احنا حكينا ends with ends with يا أستاذ استخدم دالة ايش لا 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 احنا هاي بنقرأ سطر سطر وانا في السطر الحالي قلت له بدي سطر يبدأ بفروم وينتهي بهذا الدومين مش هيك المنطق بيقول ما جابش أول لما إجا قطع شغلة إحنا أخذناها متعلقة بالسترينج في الفايلز لا أحد سبب في الموضوع يا جماعة سبب في الموضوع انه انت لما تيجي تقول انه هل هذا الكلام بيساوي هذا الكلام سلاش ان نتيجة فولس فبالتالي هنا بجيب لك زيرو يعني زيرو فبالتالي هنا انه اللاين هذا فيه في اخره سلاش ان هل هو بنتهي بهذا الدومين بقول لك لا بنتهيش بنتهي بي بالاضافة لسلاش ان فبالتالي بنتهيش فيه لا نعمل ستريب نعمل ستريب فبالتالي لأنه يعني شوف نتيجة هذا الكلام خليني أعمل لك تو سيلز نتيجة هذا الكلام دوت ستريب إيش بترجع لك من غير سلاش ان فبالتالي هنا ببساطة دوت ستريب يا أستاذ هذه شغلة مش متعلقة بالدومين هذه الشغلة إنه إحنا من وين قرأناها من فايل مدام قرأناها من فايل السلاش إن موجودة كل سطر في نهايته في الفايل فيه سلاش إن فأنت لما تقرأ لازم تعمل ستريب هذه النقطة مهمة كتير يا شباب فبالتالي أنت أوعك تقع فيها في الماتش لما بدك تيجي تدور على شغلات في أطراف السطر سواء إنه في بداية السطر أو نهاية السطر لازم تعمل إيش ستريب عشان الماتش يزبط معك هيها هيك بجيب لي يعني هنا جاب لي زيرو لأنه أنا مش حاطط ستريب وهي مخلي لك الكود والنتيجة تبعته أما هنا ستة في عندي ست إيميلات بتنتهي بهذا الدومين واضح؟
ممكن أغير لك السؤال وأقول لك إنه بدي اطبع كل الرسائل من بريطانيا. بريطانيا ايش الدومين اكستنشن تبعها؟ UK بزر. فبالتالي هنا تعال اطلع عليهم. هاي هدول كلهم، هايهم كلهم 27. في عندك UK هاي واحدة، في غيرها ما فيش. فبالتالي نفس الكلام حيكون واحد فعلا، بريد واحد أنا عندي. تمام؟ هيك طبيعة المسائل، وفعليا هيك طبيعة الشغل. بيجي بقول لك أنا بدي الإيميلات تبعت منطقة جغرافية معينة، بدي الإيميلات تبعت مصر مثلا، بدي الإيميلات تبعت الدوت كوم، جيب لي إياها كلها. فبالتالي تقدر أنه أنت بالبايثون تلعب فيها زي هيك وتستخرج له إياها. أنا بحكي عليه مش للتهكير، بحكي عليه شغل فريلانسك. هذا مش موضوع. أنت مش عارف تحل بايثون، بدك تهكر موقع. طيب جيت نرجع، بس أنا بدي أعرج لك على السلايد لأنه هذا الكلام كله أنا بشرح من السلايد، خلي بالك. هاي الكلام تبع السلاش ان موجود انت عندك، بدنا نشيله. فالستريب دائما خلي بالك منها. طيب هنا بدي احل لك المساله تبعت انه بدي الدومين هذا بطريقه ثانيه. بدي اخليك تستخدم الكونتينيو. هذا يطبع كل الرسائل من بريطانيا، هاي كل الرسائل من هذا الدومين. تمام؟ فبدي أدي لك حل تاني باستخدام الكونتينيوم. لاحظ انه القديم كله بجيب لك اياه، كله مطلوب فيه انت. البريك والكونتينيو واللوبس هذه كلها اساسيات البرمجة. لازم تكون موجودة عندك. ايش مفهوم الكونتينيو؟ انه اعمل سكيب لللاين، اتخطى سطر معين. هيني بدي اعمل لسه ما عملتش. ايش معنات الكونتينيو؟ انه لو السطر هذا بينطبقش عليه الشرط سيبه روح على السطر اللي بعده. فبالتالي هنا بضيف نوت. شفت ايش الفرق؟ نعم. اف نوت لاين دوت ستريب انس ويد، هذا الكلام يبقى مش هو السطر المطلوب، سيبه ما بيبداش بهذا الدومين. فبالتالي اذا كان فولس معناته انه يعني مش هو الدومين المطلوب. سيب هذا السطر وروح على السطر اللي بعده، اعمل كونتينيو. وهنا هذا الكلام بسيبه زي هيك. فبالتالي هنا اذا كان ترو، تمام، يعني اذا كان ترو معنى ذلك انه ما بيبدا او ما بينتهي باللاين ويدث، فبالتالي حيعمل كونتينيو. فبالتالي هدول الاسطر 8 و9 و10 مش حتتنفذ. كان الشرط فولس الكونتينيو مش حتتنفذ، فبالتالي 8 و9 و10 حتتنفذ. تمام؟ فبالتالي
تستوعب يعني واضحة بالنسبة لك كيف يعني فكرة الكونتينيو؟ كيف؟ أي واحدة؟ أي سطر؟ ما تقوليش فوق وتحت، قولي رقم السطر. رقم ستة؟ إيش يعني؟ بس سبعة. يعني لو كان ترو كل اللي تحت بتنفذش، ليش؟ لأنه الكونتينيو بتروح لوين؟ على سطر أربعة. إذا كان فولس 8 و9 و10 بتنفذوا، تمام؟ نفس النتيجة 6 إيميلات. واضح مفهوم يعني مبدأ الكونتينيو؟ إذا مش السطر المطلوب سيب هذا السطر، كونتينيو روح للسطر اللي وراء، تمام؟ حاجات هذا بدي أغير لك برضو في شو اسمه في الشرط، بديش أستخدم إن سويد، تستخدم لك شغلة تانية. إن لاين أنا بدي أرجع خليك تتذكر الإن أنت كيف ممكن تستخدمها. إذا هذا الدومين مش موجود في اللاين هنا نط، خلي بالك هنا انه موجود وهنا انه مش موجود، تمام؟ ساعتها بعمل كونتينيو بسيب السطر هذا، واذا كان موجود معنى ذلك انه 7 و 8 انه حتتنفذ، تمام؟ هاي 6. كيف؟ وين فراغات؟ وين؟ لا بزبطش، سينتاكس ايرور. طيب بدنا نخلي المستخدم يدخل اسم البريد، اسم الملف، ممكن؟ كيف؟ انبوت بالضبط. يبقى هنا اكتب كود ليطلب من المستخدم ادخال اسم ملف وطباعة محتوى، المحتوى الملف انا مقصود. كيف؟ نفس الكود. ايش يعني على نفس الكود؟ لا هاي بدك تكتب كود جديد. تعالي هنا فايل نيم، تاخذ اسم الملف واحطه في التغير، بيساوي انبوت انتر فايل نيم. بعديها زي ما تعودنا فايل هاندل ساوي اوبن، شو بدينه؟ الفايل نيم. قبل كنت ايش اديله؟ كوتيشن، احط فيه اسم الملف، لكن هنا دخلته قبل. تمام. بعديها بقرا النص بطبع النص، طبعا هنا عملت برينت عشان الكنترول كاركترز تاخد التأثير تبعها سلاش ان. نعم. وين في فراغ؟ مضايقك؟ هيني شلت. دخل اسم الملف، طلع لي هنا انا وين موجود؟ موجود في هاي في شابتر 7 اللي هو بحكي عن فايلز، وهي الملف تبعي اللي انا شغال عليه النوت بوك. ايش في عندي ملفات؟ انا بديش ادخل مسار كامل، بدخل اسم الملف بس، فبدي ادخل احمد فايل. لا معاها <تص->
بطبارية. لكن لو نفس الكود شغلت وكتبت مثلا على سبيل المثال فايل 111.txt فايل not found error. نعم، كيف اتعامل مع هذا الاشي؟ try و accept. try و accept بالضبط. فهنا انه بروح بحكي له نفس الكود، بقول له حاول، هنا حاول تفتح الملف تمام وتقرأه وتطبع لي محتوى. إذا ما زبطش accept print. طبعا هنا في الاكسبت احنا تعودنا ان احنا نحط اسم الايرور بالضبط بالضبط، فهنا بروح بطبع انه file not found، فبالتالي هاي الرسالة ألطف بكتير من انه يطلع لي ايرور زي هيك. فهنا لو حطينا مثلا file 111.txt file not found ببساطة، فبالتالي الايرورز هذه بدنا نرجع لموضوع التراي والاكسبت انه انت تسترجعها وانه تتعامل معاها زي هيك تمام. طيب النتيجة بدي اكتبها على ملف كيف؟ هنا بدي اكرر لك نفس السؤال هذا من السؤال السابق، اطبع عناوين بريد الكتروني. لا بديش اطبع، خزن البريد الالكتروني من هذا النقاط فقط على خزن عناوين البريد الإلكتروني يبقى هنا زي ما تعلمنا انه احنا كيف نكتب على ملف كيف نقرأ على من ملف انه خلينا نشوف خلينا احط لك اياها في عنوان انه هنا writing to files in byte. كيف انت ممكن تكتب في فايل؟ ببساطة انه نفس الفكرة فايل هاندل يتساوي open my file 02.txt وهنا بحط w تمام. وهجيت عشان اوضح لك الموضوع انه ايش الباراميتر هاي، ممكن انه انت تحط اسم الباراميتر زي هيك مود بتساوي ولا بلاش بلاش خلينا بدونها تمام. هجيت هو ايش حيسوي؟ حيطلع انه انت طالب انه تفتح ملف جديد في وضع الكتابة، هو بروح بنشئ لك اياه. هجيت هنا ماي فايل 2 موجودة هنا مش موجودة، أول ما تشغل هذا الكود بالضبط حينشئ لك إياه مباشرة، راح ضاف لي إياه ملف. هذا بنشئ لك إيش؟ ملف فاضي، افتحه فيش فيه ولا حاجة تمام.
تمام. طب بدنا نكتب عليه زي ما انا في عندي هنا file dot read او الفايل handle dot read، في عندي file handle dot write، وهنا بكتب النص اللي انا بدي اكتبه. hello python is cool، صح؟ تعال افتح الملف بتلاقي هذا الكلام. لا هاي تمام، بس انه عملنا تحديث للملف. طب بدي اكتب جملة تانية. او سلاش ان، بس انا بدي اورجي لك شغلة مهمة، انه انا لو عدت هاي العملية زي هيك ايش بيصير؟ بعمل لك حاجة اسمها اوفر رايت. بالضبط. وهنا انه الفايل هاندل دوت رايت هلو جيم، فشغل هاي وشغل هاي بعديها. تعال افتح الملف، بس خلينا نعمل ريفرش اول. باخذ شويه وقت. هو خليني افتحه من برا احسن. في مشكلة ما، تمام. وهنا هاي ريلود. هلو بايثون سكول. ليش؟ اوكي هجيت شباب انت، عشان انا عدت فتح نفس الملف. احنا اخذنا العمليات انه ريد ورايت، وايش كمان؟ كلوز. وهذا خلينا نغلقه بالمره عشان افتح هنا. حلو اجي، وبالتالي إغلاق الملف كتير ضروري إنه إحنا ناخد بالنا منه. وين في النص؟ هنا؟ اعمل سلاش تي واللي بدك إياه بزبط معك. كيف؟ هذا بلين تكست مش فورماتنج، يعني مش زي الوورد، بلين تكست عادي. تقدرش تتحكم في حجم الخط او شغله زي هيك من خلال الايديتور، تعمل الشغله هذه. انا بس بكتب نص عادي بلين تكست، تمام. لو اغلقنا الاول وخلينا الثاني مفتوح حيظبط. حيظبط، لانه ما دام انه هذا اغلق حيتعامل مع اخر فايل هاندل. عشان هيك انت دائما تعود انه انت كل ما تفتح فايل انه انت تعمل له كلوز حتى لو في القراءه بس، تمام. طيب هجيت فهمنا انه احنا لما نفتح فايل في وضعية الكتابة بروح بنشئ لي وببدأ بكتب عليه. لو انا شغلت هذا الكود كمان مرة بروح بعمل اوفر رايت، فبالتالي بدنا نخلي بالنا من النقطة هذه. هجيت نيجي للسؤال هنا، مطلوب انه نطلع كل العناوين من هذا الدومين UCT ونخزن النتيجة في فايل. فايش هيختلف؟ هاخد هذا الحل، هذا تبع بريطانيا، هذا الحل، هذا تبع كونتينيو طويل شوية، خليني أخذ هذا الحل. تمام، بدل برنت دوت رايت،
بس هنا بدي افتح هذا، فتحت الملف تمام بالضبط، فبدي اعمل تو فايل هاندلز، هذا بدي اسميه ان فايل تمام، وهذا بدي اسميه اوت فايل بتساوي اوبن، وهنا بدي اقول انه ايميلز من اليو سي تي دوت تكست بالضبط. وايش الوضعيه تبعته؟ دبليو تمام. هجيت هنا بدل برينت على الشاشه كتابه على الفايل، فبالتالي هنا اوت فايل دوت رايت. كيف؟ بدي النتيجة اكتبها على ملف مش هطبعها على الشاشة، فبالتالي بفتح ملف في وضعية الكتابة تمام، وبدل برينت على الشاشة انه الاسم الملف دوت او الفايل هاندل دوت رايت. طبعا هنا راح يعمل لي اياهم لزقات في بعض، فجيت حورجيك كيف، وحعدل الكود عشان حضيف السلاش ان تمام. وهنا بدناش ننسى انه ايش نعمل، الان فايل تعود دائما زيك دوت كلوز، سكر كل الملفات اللي انت فاتحها، والاوت فايل كيف؟ شغلهم كيف الملف مسكر؟ ثاني سكر سكر الاوت. دقيقة بس، دقيقة افهم الايرور قبل ما تقول لي ايش اسوي انا. فايل هاندل احنا مش غيرنا اسمه ان فايل، المفروض يصير زي هيك بس. هيك حتلاقي، لا ما هو كتبنا على ملف، ما توقعش اشي على الشاشة. وين النتيجة؟ هيها هيها اللي هي اسمه ايميلز يو تي سي، شايف كيف ملزقات في بعض؟ بحط سلاش ان، فهذا الكود. عشان هيك هذا الكود لو عدت شغلته تاني ما دام انا مسكر الملفات عادي برجع يفتحها تاني فيش مشكلة بالضبط. فهنا كيف بدي اعمل سلاش ان؟ زائد ست ايميلات. طب العدد كم؟ ستة. الكاونت الكاونت بدك اياه يفتح، هيو بتحطه في الاخر، بدك اياه انه يطبع لك اياه بتحطه في الاخر، يا بتحطوا جملة برنت. هيو الكاونت ستة، تعال اطلع على الملف هذا، هيو فعلا ست ايميلات. كيف؟ ايش يعني ادخل بيانات؟ بعدل عليه هي. تمام؟ حفظ عليه قصدك؟ لا ما حفظش، هو قال لي انه في عندك شغل مش محفوظ، قلت له اوكي تمام. تالي بيجي لك الزبون في منصة الفريلانسنج بيجي لك ملف كبير بيقول لك كل ملفات الايميلات تبعت بريطانيا حطوا لي اياها في ملف منفصل، كل ملفات ايميلات اسبانيا حطوا لي اياها في ملف منفصل، كل ملفات الدوت كوم حطوا لي اياها في ملفات في ملف منفصل. فبالتالي بتاخذها بتفصلها كلها زي هيك، بتكتبها كل واحده على فايل. تمام؟ في حد عنده سؤال؟ يعطيكم العافيه.